انا دانا انا دندن مكسره الدنيا على التيك توك، عم بيعملوا ترند على دانا، شو رايك؟ 11 بليون هلا انه اكيد كثير مبسوطه. شو السر بهالاغنيه؟ هلا رجعت من جديد، احييتيها بطريقه ما بعرف. الذهب بدله ذهب. دانا بدي لك رمضان كريم، واليوم نحن موجودين بداخل خيمه اوتار الرمضانيه. قديش حلو هيك هالجمعه جوا، في فنانين في نجوم وحضرتك كمان ما شاء الله. شو جديد دانا؟ بعدني مخلصة هلا مسلسل بيوت من وراء، وهلا كثير مطوشة لأنه عم بكتب أول مسلسل من كتابتي، فعم بعمل وركشوب ويعني أخذ لك الوقت تقريبا. مسلسل كوميدي درامي خبرينا اجتماعي؟ دراما دراما كثير دراما، عم بحكي عن حقوق المرأة أكثر. أنا بعرفك إنه بالكوميدي رئيسة. يعني شفناكي بأفلام سينمائية لفت النظر كثير، غطيتي على بعض الناس، بدنا هيك كمان بالكوميدي، ممكن يكون في هيك دور بطولي كوميدي لأن الناس صارت مشتاقة كمان يكون في شيء كوميدي إن شاء الله. يعني أنا بالنهاية بتعرف تمثيل عرض وطلب، يعني شو بينعرض علي، إذا كان حبكة حلوة وبقلبها ناس مهضومين أكيد، بس هلا صراحة ما في شيء عم ينعرض علي من شيء أنا اللي براسي. يعني دانا كيف عم تقضي رمضان؟ اليوم النهار 13 صرنا، كيف عم تقضي رمضان؟ هيك الطقوس بتتبع دانا؟ الطقوس العادية تبعت حياة لحدا عادي بحب رمضان، يعني منصوم ومنفطر، بتجتمع العائلة على الفطور، ومنجي بالليل منظهر على خيمة رمضانية حلوة مثل هالخيمة أوتار، هلا أحلى خيمة يعني بلبنان. يعني هلا أنا أوتار تحت بيتي فبنزل يعني تقريبا عم بجي يوم أيوم. لا لهون دانا، شو أطيب أكل بتعمليها هيك إذا بنقول على الفطور؟ شو بتعمل دانا؟ هلا من يومين طبخت ملوخية لبنانية على أصولها، يعني طلعت كتير طيبة، بعملها على الطريقة الشامية. في سفر، في حفلات برا خلال الفطر، وين رح تكون؟ ما كتير عم بعمل حفلات هلا، مركزة على التمثيل مثل ما قلت لك، وقتي كله 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 رايح على الوركشوب، يعني ما عم بفضى حك لراس. ما قلت بطل غنى؟ لا اكيد لا، ما في بطل تمثيل، ما في بطل غنى، ما في بطل مزح. دانا بعد ال1 بليون، انا دانا 11 بليون، سوري 11 بليون، 11 اول رقم مسؤولية اكبر، ممكن تعملي شيء كمان بوم اكثر هيك، املي نووية تكبيها دانا؟ لا مش مسؤولية لك، هيدي بتجي هيك، قد ما الواحد قال بده يشتغل وقد ما واحد على بادجت وقت بادجت، هيدا حظ وشيء ما حدا بيعرف الانرجي تبعيته كيف طلقت. يعني ممكن شوفك بديو ولا بعيد الفكرة؟ هلأ عمل ديو فترة مع روبير أسعد بيومنا، وهلأ صراحة لا ما كتير متحمسة على ديو. يعني كلمة أخيرة، كيف بتعيد الناس؟ شو بتقولي لهم؟ بقول لهم ينعاد عليكم بالخير وبالصحة وبالعافية، وعنا بلبنان بيقولوا بالبحبوحة، إن شاء الله يا رب تحسن وضعنا. بزعل يعني كل ما حدا يقول لي احكي شوي عن بلدك او احكي كيف تعادي الناس اللبنانية، انا بقول لما نفيق الصبح تعوا ما نتطلع بعض ونقول صباح الخير، لانه ما بقى في خير، خلينا نقول معلح هيصير في خير. وبنقول لهم انا دانا انا دان دان فتح عينك تاكل ملبن. نشوفك ان شاء الله قريبا بالمسلسل، ناطرينك على نار ان شاء الله. ان شاء الله. I love you. انا كمان I love you. Thank you. Thank you.